لذلك سوف ترون أن الواجب الذي ستقدم الأمم والدول يخص الأردن ويخص السوريين. يجب أن يفهم القاصي والداني أن هذا ليس لا هو تسول ولا هو إحسان مكرمة من الدول المانحة، شكرا لها، لكن إحنا نقوم عبء بالنيابة عنها. لو ما أخذنا العبء بدهم هم يتلبسوا هذا العبء. حتى أصبحت القضية السورية مش تطرخ شواطئهم في البحر المتوسط وبحر إيجا والبحر الدردنيل وبحر أدرياتيك وبحور الدنيا، أصبحت تطرق حدودهم وعواصمهم وشوارعهم في الدول الغربية. بهذه الكلمات بدأ رئيس الوزراء الدكتور عبد الله نسور المؤتمر الصحفي الذي عقده في المركز الثقافي الملكي للحديث عن نتائج مؤتمر لندن بمشاركة كل من وزراء الداخلية والتخطيط والعمل والصناعة والتجارة والإعلام ورئيس هيئة الاستثمار. مؤتمر لندن أصبح بهالغرض الأردني يسلط الضوء ليس فقط على قضية اللاجئين بل على قضية الأردنيين المتأثرة من وجود اللاجئين، فهي قضية مركبة مش مبسطة، معقدة مش سهلة. ونداء جلالة الملك بيقول مش وارد مساعدة إخواننا السوريين أشقائنا السوريين وخذلان الأردنيين، لازم الأردنيين أن يجدوا تعويضا عن هذا الذي يصير، الفرص اللي بتفوت، فرص العمل والمشاكل التي ذكرتها لازم يصير. ولذلك نتيجة مؤتمر لندن كما سيعرض معالي بعد قليل هي النظرة الشمولية إلى الأردن وليس النظرة إلى المكون السوري في الأردن. وزير التخطيط عماد فاخوري قال إن المساعدات ستساهم في استحداث آلاف فرص العمل للأردنيين، مشيرا إلى أن مليار دولار من المساعدات ستذهب لدعم قطاعي الصحة والتعليم وغيرها. في مجال الاتحاد الأوروبي كما ذكرت التزموا في التزام بدأ الآن مفاوضات مكثفة مع الأردن لإعطائنا ميزة تبسيط قواعد المنشأ، هذا راح يشجع الصادرات لعشر سنوات، يعطي الأردن استثناء غير مسبوق لعشر سنوات، هذه مهمة جدا يجب أن نحسن استغلالها ويجب أن يكون هناك تحرك كبير كما ذكر دولة الرئيس لأجهزة الحكومة في إنجاز المفاوضات، ووضعنا سقف زمني قبل الصيف أن نصل لفترة الصيف تكون منجزة، لأن هذه المفاوضات ليست سهلة في 28 دولة بأوروبا، لكن المبدأ أقر أوروبيا أن يعطى الأردن هذا الاستثناء، والآن سنبدأ مفاوضات تقودها وزارة الصناعة والتجارة مع الوزارات المعنية حتى تنفذ تفاصيل هذا الاستثناء، شروط شهادة المنشأ، كيف نبسط إلى آخره، وهذه ستستخدم من ثم من هيئة الاستثمار مع عطوفة الأخ ثابت لبدء حملة كبيرة ومكثفة لجذب استثمارات جديدة للمناطق التنموية التي إن شاء الله إذا أحسننا استغلالها ستقوم بنقل نوعية كبيرة جدا وتحدث فرق كبير في توظيف للأردنيين واستخدام السوريين ضمن نصب العمالة الأجنبية اللي موجودة. وزير الداخلية سلام حماد قال إنه ليس لدينا أي خلايا نائمة من السوريين وإن أجهزتنا الأمنية يقظة. وليس لدينا مشاكل، وأكرر ليس لدينا خلايا نائمة كما ذكر بعض الإخوان، قد يكون فيه أفراد يحاولوا التسلل، ولكن أجهزتنا الحمد لله واعية لكل ما يجري فيما يتعلق بهذه الخطة، ستكون عونا لنا أيضا في الأجهزة الأمنية لأنها ستوفر فرص عمل
لأبنائنا الأردنيين وكذلك لإخوتنا السوريين المتواجدين على الأرض الأردنية. فعندما تتوفر فرص العمل وعندما يكون المواطن مطمئنا على حقوقه وواجباته، أعتقد أننا سنمر والحمد لله كما سبق أن مر الأردن بظروف أصعب من هذه الظروف. وفي نهاية المؤتمر شكر رئيس الوزراء وقفة الدول الغربية مع الأردن في مؤتمر لندن، موجها الشكر للجهات المانحة على ما تقدمه للمملكة. محمد الفايز، الحقيقة الدولية.